مرة بأي مكان بنروح عليه، إن كان بمطعم أو إن كان بأوتيل، دايما في قصص مانا عاجبتنا ودايما بنصير منتذمر، ولكن يمكن نقول للجرسون أو نقول لمدير المكان، ولكن نحن كيف فينا نلجأ للأساليب القانونية في الشكوى؟ رح نحكي عن هي المواضيع مع الأستاذة مها حوراني. صباح الخير، أهلا صباح وسهلا فيكي. الخير، أهلا يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. أهلا. بالبدايه خلينا نتعرف عن الشكوى وعن البلاغ ونقدر نفرق بيناتهم. هلأ الشكوى هي إجراء بيقوم فيه الشخص وقت ما بيتعرض لجريمة ما، فبيلجأ للنيابة العامة بواسطة ادعاء مباشر. النيابة العامة بتحرك ادعاء ضد المشكو منه، تمام. فالبلاغ هو أمر إداري، يعني موضوع إجراء إداري. يعني ممكن شخص يبلغ عن موضوع أو جريمة مثلا صايرة جهة مختصة، يعني مثل شرطة أو أي حدا، ممكن ينتج منها تحريك ادعاء بواسطة المحامي العام، لأنه المحامي العام من وظيفته أنه يحرك الادعاء بهيك مواضيع. أما الشكوى، القانون المشرع نص عليها بالمادة 10 بقانون أصول محاكمات جزائية، أنه في جرائم معينة بتنص هاي المادة، أنه في جرائم معينة ما بيحركوا، ما بيصير تحريك فيها الادعاء أو الدعوى الجنائية إلا بشكوى مقدمة من المدعي، يعني ضد الشخص. وهي الجرائم أغلبيتها الجرائم اللي بتوقع على الأشخاص والأموال، يعني مثل جرم السرقة، مثل جرم الاحتيال، مثل إساءة الأمانة، كل هاي الجرائم مثل اللي بتمس سب الأشخاص، الأشخاص والقذف كمان هي من الشكاوي. السب والاعتداء تمام. يعني أي شيء والامتناع مثلا عن أداء مثلا الواجب بقصة الحضانة كمان بتصير طبعا شكوى، طبعا وكثير من تسليم الأمور. المحضون او دفع النفقه او الاجر او هالمواضيع، هي كل هي الجرائم. وبالنسبه للتقادم تبعها، يعني بامكانه اللي بده يتقدم بهالشكوى بامكانه معه 3 شهور لحتى يتقدم فيها من تاريخ وقوع نعم الجرم. استاذه مها، نحن بحياتنا العاديه كثير بنتعرض يمكن لمواقف ما بنعرف ناخذ حقنا فيها، ان كانت باماكن عامه، ان كان بالشارع، ان كان يمكن بمكان شغلك. هون نحن كيف فينا نعرف انه نحن نقدر نقدم شكوى بهذا الشيء وهي انه حقنا نحن؟ اي ضرر، اي ممكن انه يقع حدا عليكي، حركش بصبيه اي بالشارع يعني نحن اي فينا. ضرر او اي شيء مثلا انه بيمس بشخصك او باموالك او باي شيء، انت بامكانك انك تروحي تلجئي للسلطه القضائيه وتقدمي بهذا الشيء معروض نعم للنيابه العامه، وممكن انك تقدمي شكوى فيها. أكيد. خلينا نحكي عن الافتراء، نتعرف عليه بشكل أكبر، وإمتى الافتراء بيتحول لجريمة بيعاقب عليها القانون؟ هلا الافتراء هو كمان جريمة لها ركن مادي ولها ركن معنوي. بالنسبة للافتراء، هو أي شخص بيتقدم بشكوى ضد شخص بيعرف إنه هذا الشخص بريء ومتأكد 100% إنه بريء، بس هو كموضوع كيدي راح يشتكي عليه، فممكن هذا الشخص بعدين يرفع دعوى افتراء عليه. دعوى الافتراء هي بتنظمها المادة 393 من قانون العقوبات. دعوى الافتراء يعني لابد من انه ثبوتها انه توفر النية الجرمية. النية الجرمية هي انه الشخص بيعرف انه هذا بريء وانه هذا ما له علاقة بهذا الشيء واشتكى عليه وتقدم بشكوى بحقه للقضاء. هون لما بيصدر قرار مبرم فيه ببراءته، تمام. بامكانه هذا الشخص ياخذ هالقرار البراءة ويتقدم بدعوى افتراء ضده. تمام. نعم، يعني خلينا هيك نروح لحالات بسيطة نحكي عنها. إذا في مخانقات بالبناية، في ممكن أي حدا يتعرض لأي موقف، تلاقي الطرف الثاني بيقول له أنت ما بتعرف مين أنا، أنا رح أعمل، أنا رح أجيب، أنا رح أسوي، فبيحكي ممكن بأشخاص، ممكن يرفع سلاح، ممكن يرفع سكينة، قصدي بالسلاح مو شرط مسدس. خلينا نحكي عن هي الحالة بالضبط، نحن شو لازم الإجراءات الأولى إنه نحن نتصرف فيها؟ هلا الاجراءات الاولى، هلا هي الشكوى يعني لازم تكون كتابيه وممكن تكون شكوى شفويه. يعني هي الشكوى لما بتكون كتابيه ممكن تروحي يعني ممكن أهددك بشخص
ايه ما فيكي انت تشتكي بهذا الموضوع، بتسردي هذا كله بموضوع معروض وبتقدميه للمحامي العام، المحامي العام او النيابه العامه بتحولك للجهه المختصه بالتحقيق بهذا الموضوع، وممكن انه يحققوا طب إذا بهذا كان الشيء في تكييف تزوير الدعوه. وتركيب صور، إن كان بفيديو إن كان بصور، هلا عم نشوف فورا على لا الموبايلات بيمسكوا بيصوروا، هذا اختلف وممكن الموضوع، كمان هذا خلينا هلا نحكي بهي انت النقطة فتي هلا بالجرائم بالجرائم الالكترونيه. الإلكترونية. خلينا نحكي لك عن الجرائم الالكترونيه لان كثير هلا عم هذا موضوع تسمعي الجرائم كمان. الالكترونيه وضع تاني، يعني موضوع تاني، هذا موضوع مثل الابتزاز، بياخذوا بيسحبوا صور وبيهددوا مثلا العالم او بينشروا لها اياها مثل تشهير ويعني انه تسويق سمعه، فكمان هذا الشيء كمان بقانون العقوبات عقب عليه بالمواد 373 تمام لل 377 كلها بتندرج تحت بند الذم وقدح وتشهير، يلي هي كل شخص بينول من كرامه شخص او من سمعته بيتعاقب عليه وفق هدول المواد. طبعا هي حالاتها كثير كبيره تمام. ومتشعبه كثير. خلينا نتعرف على كم حاله وكيف بيتعاقب عليها، مثلا هل بينسجن، هل شو بيصير مع الشخص الثاني، موضوع وكيف التشهير ممكن والذم ايه موضوع التشهير والذم والقدح وهالشغلات هي في إلى حالات متعددة على حسب مكانة الشخص، ممكن يكون مسؤول بالدولة، ممكن يكون شخص عادي، ممكن تتم التشهير أو السب أو الهذا بطريقة علنية، ممكن تكون بطريقة مثلا بين الأشخاص، فهي على حسب هي شو يعني بيروح الشخص بيتوجه بفرجي الجهة المختصة مثلا طبعا وبيقدم شكوى خطية أكيد أو شفهية وبينظم ضبط بهذا الشيء. طبعا الضبطة العدلية هي المسؤولة عن التحقق من هذا الجرم وجمع الأدلة وتثبيت الوقت ليتم الإجراء قد ايه بيكون؟ كيف؟ الوقت اللي بتاخده هي القصة الجرائم الإلكترونية، إذا أنا إجيت واشتكيت على شخص مثلا قد ايه الوقت لبين ما الجهات المختصة تقدر تاخذ بالقصة يعني بعين الاعتبار؟ يعني هو أسرع وقت، يعني ممكن تكون 28 ساعة، ممكن تكون 48 ساعة، على حسب التحقيق وعلى حسب الأدلة نعم. اللي بدها تنجمع بهذا الموضوع. أستاذة مها نحن كثير بدنا نتشكرك وأكيد ناطرينك بحلقات جاية نحكي عن المرأة بالخصوص وعن حقوقها وعن واجبها وكيف فيها تاخذ حقها، اكيد رح ننطرك بحلقات جايه. شكرا كثير لك، شرفتينا. شكرا كثير لك، اكيد شرفتينا، وشكرا على معلوماتك القيمه.